فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشتريت جملا بمبلغ 10,000 ريال، وسوف أبيعه إذا ارتفع ثمنه الآن أو بعد فترة. سؤال: هل فيه زكاة وكيف زكاته؟ إذا نويته للبيع وقيمته تبلغ النصاب فأكثر تجب فيه الزكاة، لأنه صار عروض تجارة، صار من عروض التجارة. نعم، وعروض التجارة ما أعد للبيع، هذه عروض التجارة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.